السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة النهاردة يعني بأشرف أن أتحدث عن أحد أئمتنا الكبار الأربع، إمام حب مصر ومصر حبته، وصدق سيدي رسول الله: العلماء ورثة الأنبياء، وصدق الله العظيم عندما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العالم الجليل والإمام اللي بنشرف إنه موجود في مصر، وإنه اتدفن في مصر، وإنه حب مصر، وإنه عشان مصر. هنشوف ليه سبحان الله فقهه تغير عما كان في بلد أخرى. هذا الإمام الجليل هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي اللي موجود عندنا في مصر، واللي كثيرين من محبيه وكثيرين من المصريين، ويمكن أئمتنا اللي من علمائنا الأجلاء بيذهب يعني بيميلوا إلى مذهب الشافعي. والحقيقة اللي أحد هؤلاء الأئمة الحقيقة اللي بنعتز اللي موجود معانا النهاردة في الصحبة يعني أستاذنا الدكتور هشام الكامل، اللي برضه بيعتز إنه بيقول الشافعي. أهلا بيك يا شيخنا، منور ومشرف الدنيا. الله يخليك، الله يعزك. حضرتك كاتب الشافعي كمذهب طبعا، الحمد لله. يعني من اعزازك بهذا المذهب لدراستك ليه ولتعلقك بهذه الشخصيه العظيمه ويعني دراستك ليها، ولا يعني من يعني جاي منين اعتزازك حتى في فكرتك او في تعريفك للدكتور هشام الكامل بين قوسين كده الشافعي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالإمام الشافعي لم يرد إن هو ارتاح في فرشته ونام له 5 6 ساعات زي ما احنا بننام، سبحان الله. كان يسهر يبحث في القرآن الكريم ويطلع الأحكام، في السنة ويطلع الأحكام. جاهد كثيرا لحد ما سموه ناصر السنة، لأن هو أثبت للناس أن السنة النبوية وخاصة أحاديث الآحاد حجة ونستخرج منها الأحكام. وعمل لنا كتاب الأم اللي ألفه في مصر في 4 سنين في 4 مجلدات ضخام أو 7 في الطبعات الحديثة. ده أول واحد يوثق أصول الفقه. ولا ده كتاب رسالة، ده موضوع تاني. أيوة. فكل مجهوده ده إحنا جينا خدناه على الجاهز. أيوة. فعلشان كده لو احنا ما شكرناش الشافعي وانتسبنا اليه والمدرسته يبقى احنا كده انكرناه. أيوة. ويعني انكار الجميل مش من شيم المصريين. لا طبعا، وطبعا عارفين ان هو ولد في غزه، واخذته امه بعد 2 سنين ودته لمكه، يمكن لحبها عشان خاطر سبحان الله ينهل من العلم هناك في هذا المكان يعني الطيب. ثم بعد ذلك وحفظ القرآن وهو صغير أيضا، لكن ودته عند قبيلة هذيل لكي يعني يبقى له من الفصح ومن الإبانة في ألفاظه، ومن حبه للشعر، ومن قرضه للشعر. هكذا كان يعني بدايته. الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ولد في غزة سنة 150 هجرية، وهو شريف من ناحية الأب وشريف من ناحية الأم. أبوه محمد ابن إدريس ابن عثمان ابن عباس ابن شافع، ويتصل إلى السائب بن عبد المطلب. فالإمام الشافعي من ناحية الأب يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرشي يعني. قرشي. من ناحية الأم، أمه السيدة فاطمة بنت عبد الله المحط ابن الحسن المثنى ابن الحسن حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سيدنا علي ابن السيدة فاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. بس في قول انه إن امه كانت من اليمن. انا بكلم حضرتك من ناحية الاصل. الاصل. انما حضرتك بتكلميني من ناحية السكن، ما هو الامام الشافعي قرشي لكن مات في مصر. لا انا اقصد ان هو البعض بيقول ان هو اخواله في اليمن. اخواله في اليمن. فالامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه لما بلغ 2 عام من عمره أبوه انتقل لرحمة الله، فخافت الأم من ضياع النسب، سبحان الله. فرجعت بيه على مكة علشان يبقى مسبوت إن هو قرشي ومسبوت إن هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الشافعي رقيق الحال، فبدأت أمه بفطنة شديدة تحفظه القرآن الكريم كعادة القوم، وكان الإمام الشافعي يحفظ من مرة، ولذلك لو كان فتح المصحف كان يخبي بإيده الشمال الصفحة الشمال. سبحان الله. فلما سألوه عن كده قال إن هو يحفظ من نظرة. الله أكبر. فقال لو عيني وقعت على اليسار قبل اليمين لحفظتها قبل اليمين. الله. فعلشان كده كان يحطها، ومع ذلك كان يشتكي شكوت إلى وكيع سوء حفظي. بالنسبة له هو طبعا سوء الحفظ إن هو بيحفظ يعني من مرة مش زينا بعد 30 مرة ويمكن ما نحفظش. سبحان الله. كثرة الذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا. فحفظ الإمام الشافعي القرآن وعمره 7 سنين، وقصة حفظه للقرآن في غاية الجمال. ده ربنا بقى والأسباب والمسببات. أيوة. إن الشافعي كان فقير فما بيدفعش فلوس لسيدنا الشيخ عشان يحفظه، فكان الشيخ بيحفظه يعني حفظ كده يعني ماشي الحال كده. لكن فجأة من المرات الشيخ فوجئ ان العيال بتروح تصحح للامام الشافعي قبل ما الشيخ يجي لهم. سبحان الله. يعني دي حاجه معروفه زمان اسمها عريف، يجي ولد شاطر كده يقعد يقرا مع الشباب، او الشيخ مش فاضي فيقريهم مره، والعريف ده يقعد يرغي ايه ومعاهم ويقرا معاهم مرتين ثلاثه. لكن هو ما استخدموش، ففوجئ ان الشافعي بيصحح للعيال. فقال طب ما انا اشغل الشافعي معايا. أيوة. فبدا الشيخ ياخد الامام الشافعي اللي بيدفع فلوس تعبانه بسيطه يحفظه لوحده، ويخلي الشافعي يتقن علشان الشافعي ايه يشتغل معاه بعد كده. سبحان الله. ده ربنا بقى شغل ربنا. طبعا. فحفظ القرآن الكريم في سنة، وبعد كده ربنا أكرمه ودخل على موطأ الإمام مالك وحفظه، وكان عمره 10 سنين. وموطأ المالك ده مش سهل، ده كان في ذلك الزمان حاجة في غاية الروعة، لسه بقى مسلم ما جاش. أيوة. ولا البخاري ولا الكتب الستة. بعد كده الله أكرمه سبحانه وتعالى وأتقن هذه الأحاديث. الأم كانت ست يعني فاطمة، وست ذكية، وهي يعني من نسل شريف، من نسل سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه. في قبيلة مشهورة بلسانها لسه ما انحرفش، يعني انحراف اللسان العربي مع كثرة الفتوحات، بيجي واحد بقى من الفرس، واحد من الروم، واحد من الشام. فبدأت اللسان يبقى فيه نوع من أنواع اللحن. فهي أرسلته لقبيلة هذيل، لأن قبيلة هذيل طبعا يعني لسه محتفظة بالطبع القبلي، اللغة عندها يعني ماشي الحال فيها قوة. فراح الشافعي حفظ أشعارهم، والشافعي أديب كبير رضي الله عنه وارضاه وصاحب ديوان عظيم. الأصمعي ده شيخ اللغة على الإطلاق. كان يقول إن هو قرأ شعر هذيل على يد فتى صغير من قريش يسمى الشافعي. الله. دي شهادة من الشيخ الكبير إن مولانا الإمام الشافعي. وكان الشافعي حجة في العربية، مع العلم إن أهل الحضر الحجة في العربي لحد سنة 140. سبحان الله. أما أهل البوادي والصحراء لحد سنة 400. الشافعي اتولد 150 صح. ومع ذلك كانوا يعتبروه حجة في اللغة العربية. فلو الإمام الشافعي قال كلمة في العربي غير اللي نعرفها، اعرفي حضرتك إن ده وجه من وجوه العربي. سبحان الله. سبحان الله. بلغ مولانا 15 سنة، جه بقى شيخ مكة الكبير مولانا خالد الزنجي، واداله شهادة اسمها الإجازة إنه صالح للإفتاء والتدريس والتأليف، وعمره 15 سنة. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. ده إعجاز. الحمد لله. إعجاز. سبحان الله. سبحان الله. يعني أصغر من أجيز في الفتية وهو سنه 15 سنة حفظ القرآن 7 سنوات، موطأ 10، وأيوة، والموطأ 10، وثم أجيز أيوة بالإفتاء والتدريس، بقى دكتور في الجامعة خلاص. ترك مكة ثم ذهب بعد ذلك. خد جواب من والي مكة إلى مولانا الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه عشان الإمام مالك يهتم بيه. فكان سيدنا مالك يعني جامد، كان مهاب، يلبس أفخم الثياب وأحسن الثياب بس يمشي حافي. سبحان الله. ده الإمام مالك. أيوة، لأنه كان يستحي أن يمشي على أرض وقد يطأها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لحيته مدببة، يعني له لحية بارزة شوية كده. فلما جه جواب الوالي خرج مولانا الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه. والإمام مالك أكبر من الإمام الشافعي بفترة كبيرة. الإمام الشافعي 150 اتولد، الإمام مالك اتولد سنة 93. سبحان الله. يعني الإمام مالك برضه له جلال وله شهرة. فطلع له وخده ودخله جوه وقال له اقرأ الموطأ. فكان الإمام الشافعي أول ما الفصل يخلص ما يتكلمش، لربما الإمام مالك يكتفي، يعني هو خلص باب الطهارة هيدخل في باب الصلاة، الإمام الشافعي ما يتكلمش، ده نوع من أنواع الأدب. الأدب بقى مطلق. فالإمام مالك عايزه يكمل يقول له أكمل. وكان الإمام مالك يحب يسمع من الإمام الشافعي لحسن لغته ومنطقه. الله. ما هو ما بيغلطش في العرب ولا بيغلط في النحو. وصوته كويس باللغة، فكان الإمام مالك يسمع منه. أيوة. وكان الشافعي لما يحرك الصفحة ما يحركهاش جامد، كان يحركها برفق عشان ما يزعجش الإمام مالك من صوت الصفحة. سبحان ولذلك الله. ربنا ما ضيعلوش هذا الأدب. الله. تلميذ الإمام الشافعي في العراق أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل الراجل الكبير ده العظيم اللي اتولد سنة 164، كان دايما أول ما يقول السلام عليكم السلام عليكم يدعي للإمام الشافعي. سبحان الله. فابن عبد الله سأله قال له يا بني كنا لا نفقه الحديث حتى أتانا الشافعي. الله. يا بني الشافعي كالشمس والعلماء للدنيا كالنجوم. أيوة الشمس للدنيا والعافية للبدن. وما ورد إن أحمد بن حنبل تقدم على الإمام الشافعي بخطوة، فزي ما الشافعي تأدب مع الإمام مالك الإمام أحمد بن حنبل تأدب مع الإمام الشافعي، وكما تدين تدان. الله الله الله. هو فعلا مقولة إمام أحمد بن حنبل إن الشافعي كالشمس للدنيا و العافية للبدن. سبحان الله. يعني أدب العلماء مع بعض الحقيقة ده شيء يعني محل المفروض يعني نؤكد عليه، وحتى الأجيال سبحان الله القادمة أنها سبحان الله يعني إيه تتأدب بهذا. احنا عندنا تقرير الحقيقة نحب إن احنا نشوفه، نخرج كده ونشوف هذا التقرير عن مكان اللي اتولد اللي دفن فيه مولانا الإمام الشافعي. اتفضلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر بيه قبل ما يموت، قال لك سيأتي رجل قرشي يملأ الأرض علما، وكان هو الإمام الشافعي. سيدنا الإمام الشافعي عندما أتى إلى مصر في هذه الجزئية من السؤال كان الناس يأتون إليه في حل مشاكلهم، كان يحكم بينهم بالشرع وبالسنة وبالقرآن، وعندما توفى الناس مش عارفة تروح لمين، فبقت الناس تيجي لهنا تحاول تتوسع. عندنا هنا بقى سوء العقيده، عندنا هنا سوء الوعي. حضرتك لما تيجي تصلي هنا بتحس براحه نفسيه لما تخش الجامع، وبعد كده بتخش الزوري جوه في الضريح بتاع سيدنا الامام، بتلاقي روحانيات تانية مختلفه جدا عما بتخش في اي مسجد تاني. كلهم بيجوا يصلوا، اولادي متربيين هنا في الحته، بيحسوا ربنا بيفرجها عليهم، اللي متضايق ربنا بيديه ويراضيه. ساعات بيبقى عندي مشاكل كتير جدا، ببقى عايز احل المشاكل دي، بخش بهدى جوه فعلا من داخل المقام. بتحسي بشعور غريب ان ده مسجد يعني حاجات تراث قديمه، لما تخش المسجد فيه تراث قديمه بتحس ان انت مستريحه، حاسه ان هو ده شيء فيه نقص. سكان المنطقه ومتربي فيها ومولود فيها، جامع الامام الشافعي يعني الجوامع اللي فيها فعلا روحانيات، تحس فيها براحه نفسيه، زي السيده نفيسه، السيده زينب، الحسين، الاماكن اللي هي الاثريه ديت. المكان هنا طبعا مريح جدا لكل الناس، حتى اللي بيجي هنا من خارج القاهره وبيقيم هنا يعتبر واحد من اهل المنطقه وما بيغادرهاش، بل بيحبها زيه زي الناس اللي هي مولوده فيها بالظبط. قولي اساطير، قولي خرافه، الناس اللي هي بتيجي تكتب جوابات وترميها، لانه كان قاضي وقاضي عادل. اهلا بيكم. الحقيقه فضيله الامام الشافعي كان له مقوله مولانا اشتهر بيها، ان يقول قولي صواب يحتمل الخطا وقول غيري خطا يحتمل الصواب. سبحان الله على الحكمه وعلى التواضع وعلى يعني الورع، وسبحان الله يعني شوف ازاي هذا الامام الجليل لكن بيعطي للاخر فرصة وبيحمس الآخر لإبداء رأيه من غير ما يبقى فيه يعني إيه مصادرة على رأي الآخر. والكثيرين طبعا هنا في مصر يمكن شعبنا الطيب بيعتقد اعتقاد كبير في بركة العلماء أو بركة الأولياء. رأي حضرتك في هذا إيه؟ في البركة ولا في الإمام الشافعي؟ في الإمام الشافعي. وما هو برضه من الأئمة اللي الناس بتتبارك طبعا بسيرته بأثره بعلمه. هو مولانا الإمام الشافعي يعني قول غيري خطأ يحتمل الصواب وقولي صواب يحتمل الخطأ. المجتهد إذا اجتهد، خاصة لما يكون مجتهد مطلق زي الإمام الشافعي، ومعنى مطلق يعني يقدر يدخل على القرآن ويستخرج الأدلة، اللي هو استفراغ الوسع في استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. فوجب على كل مجتهد اجتهد في مسألة أن يتعبد بما وصل إليه اجتهاده. الله. لكن هل المفتي أو هل الفقيه أو هل المجتهد مكاشف عن الحكم ولا منشئ للحكم؟ لا، هو كاشف. فمراد الله سبحانه وتعالى يعني محطوط كده، هو مستخبي. بيجي الفقيه بالأدوات اللي ربنا اداها له بالنحو والصرف والمنطق والبلاغة والعلوم دي، يقدر يكشف عنه لحد ما يظهره للناس. سبحان الله. فطبعا أنا بكشف وغيري بيكشف وغيري بيكشف. فالإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه راجل مؤدب، فعايز أقول لهم إن أنا تعبت عشان وصلت للدرجة دي، لكن ما أقدرش أقول إن كلامي صح 100%، 100% في نظري أنا، لكن أنا أقبل إن أنتوا تخلفوني. وبالفعل الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه نشأته في غاية العجب، إنه تعلم على إيد الإمام مالك 9 سنين. سبحان الله. آدي مدرسة الحديث. أيوه. وملحقش الإمام أبو حنيفة، لأن الإمام أبو حنيفة اتولد 80 وانتقل 150. دي مدرسة الرأي. فحضر أشهر تلاميذ أبو حنيفة اللي هو محمد بن الحسن الشيباني، فخد منه مدرسة الرأي. أيوه. فبقى مذهب مولانا الإمام الشافعي جامع بين الرأي وبين الحديث، وده من أسرار بقاء مذهب الإمام الشافعي إلى وقتنا هذا. أيوه. ويمكن برضو اشتهار هذا المذهب في مصر، لأن مصر يمكن بدأ فيها الوسطية وفيها الاعتدال ده من فضل ربنا علينا، لكن هو يعني الإمام الوحيد اللي نشر مذهبه بنفسه هو الإمام الشافعي. سبحان الله. فالإمام مالك في المدينة، الإمام أحمد بن حنبل في بغداد، الإمام أبو حنيفة في الكوفة، لكن الإمام الشافعي راح اليمن وراح فلسطين وراح الشام وراح العراق بغداد وجي مصر مرتين. أيوة. 195 ودخلها 199. ومن عجب العجاب فعلا الإمام الشافعي ده من أولياء الله الكبار إن شاء الله. وهو داخل سنة 199 قال لا أدري داخل للازدهار والشهرة أم داخل إلى القبر، وخد الاثنين. سبحان الله. فمذهبه الجديد عمله في مصر في جامع عمرو بن العاص. أيوة. من 199 لحد 204. حضرتك بتقول الجديد. واندفن في مصر. عايزين نعرف القديم. القديم كان في بغداد. الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه في مرة من المرات في مجلس الإمام مالك خرج أحد السادة من المجلس وهو متضايق وزعلان، مش زعلان من الإمام مالك، زعلان يعني من الفتوى وصلها لحد فين. فالإمام الشافعي قابله قال له زعلان ليه؟ بيخفف من عليه، لأن الإمام الشافعي كان طيب، ده تلميذ نجيب من سيدنا النبي، وسيدنا النبي كان حنين صلى الله عليه وسلم. فقال له زعلان ليه؟ قال له مراتي طالق. يعني إيه يعني مراتك طالق؟ قال له أنا حلفت إن البلبل ده طول ما هو بيصفر خلاص، لكن ما بيبطلش يصفر خالص. فقال لها لو البلبل ده بطل تبقى أنت طالق. أعوذ بالله. فالإمام مالك قال له يعني هو البلبل ده ما بينامش؟ قال له بينام. ما بياكلش؟ قال له بياكل، يبقى خلاص. فالراجل طبعا خارج وزعلان، فقابله الإمام الشافعي قال له تعالى. الإمام مالك ده حاجة يعني فوق الوصف، اتولد سنة 93 وانتقل سنة 179 ومدفون في البقيع، أول ما ندخل من البوابة الرئيسية على إيدينا الشمال. صح. يعني الله أكرمه، والبقيع دول كلهم إن شاء الله ينالون شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين. مولانا الشيخ الغزالي دفن جنب الإمام مالك. سبحان الله يا رب. حاجة في غاية الجمال. الحمد لله. وأول من تنشق عنهم الأرض هي أهل البقيع، بعد سيدنا النبي وبعد كل الأنبياء، وأول المسلمين سيدنا أبو بكر وبعد كده أهل البقيع. الله أكبر. فمولانا الإمام مالك فطن. أيوة. قال له ما وراءك يا قرشي، ما أنت داخل بالسائل. أيوة. طبعا الإمام الشافعي يعني ده الإمام مالك ما يقدرش يقول له أنا ليا كلام، بس هو بيعرضها له، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. الإمام مالك ده حاجة كبيرة رضي الله عنه وارضاه عن الجميع يا رب. أيوة. ففكروا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قريب من الحادثة. قال له إيه؟ قال له أبو جهم، ده اسم راجل كان عايش من أيام الصحابة، الراجل ده راح يخطب واحدة اسمها فاطمة، فراحت فاطمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم جاي يخطبني، وسيدنا ومعاوية بن أبي سفيان جاي يخطبني. قال لها معاوية معهوش فلوس في ذلك الزمان طبعا، وأبو جهم رجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني حاطط العصاية على كتفه. انكيحه أسامة بن سيدنا زيد بن حارثة، راجل طيب وشباب وجميل وحلو ومعه فلوس، قد تكون والله أعلم السائلة عايزة كده، ومش عيب، كل واحد له يعني له نصيبه من الدنيا. فراح بقى معناها إن معاوية ما معهوش فلوس، وأبو جهم رجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني معناها أول ما واحدة ست تقول له تكتب 3 كام يقوم ضاربها على طول. سبحان الله. يعني معناها أبو جهم ده شايل العصاية على كتفه على طول وبيضرب الستات، ما هو أبو جهم بياكل وبيشرب وبينام. فأغلب أحوال أبو جهم إنه بيتخانق، وأغلب أحوال البلبل إنه بيصفر. تمام. فراح الإمام مالك قال له أو عرفت القياس، يعني أنت عرفت تقيس الحادثة دي بالحادثة القديمة، اذهب ودون مذهبك. أدي بقى ختم شهادة الدكتوراه من مولانا الإمام مالك. وبدأ الإمام الشافعي يدون مذهبه، ولذلك في بلاد العراق سنة 186. يبقى عمر الإمام الشافعي كم سنة؟ أيوة. 36 سنة. كان مؤلف كتاب ضخم كبير اسمه الحجة. سبحان الله. وكان إمام مجتهد له مذهب مدون، من أشهر تلاميذه أحمد بن حنبل وأبو ثور والكرابيسي والزعفران، دول أشهر، دول كلهم علماء، دول أشهر تلاميذه في العراق، وكان شيخهم الكبير عمره 36 سنة. سبحان الله سبحان الله. وده معنى الكلام اللي قاله مولانا أحمد بن حنبل: كنا نقرأ الحديث ولا نفهمه حتى أتانا الشافعي. لكن لما جه الإمام الشافعي مصر ودخلها في المرة الثانية سنة 199، كان كل يوم الصبح بعد صلاة الصبح يجلس مجالس القرآن والتفسير ساعة، الله أعلم بقى ساعة 60 دقيقة، يعني 45 دقيقة، وقت معين. بعد كده يدخل في الحديث. تمام. ودول الأصول. ولذلك مشايخنا الكبار زي الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وجعل الجنة مسواه، مولانا إسماعيل صادق العدوي، ربنا يا رب يكرمهم، تحس إن حضرتك درسينهم كان درس في التفسير والحديث. سبحان الله. من خلال التفسير يقول اللي عايز يقوله، من خلال الحديث يقول فقه ويقول نحو ويقول صرف ويقول بلاغة، كله، بس هم درسين رئيسيين، التفسير والحديث، ودي عادة العلماء السابقين كلهم. سبحان الله. فكان درسه أول ساعة قرآن وتفسير، بعد كده حديث، بعد كده بقى يجي لوحده بقى كده، يعني زي ما نقول يقعد مع الناس الطيبين بتاعته كده في قعدة طيبة كده في جامع عمرو بن العاص، الجامع الكبير، الجامع العتيق اللي بناه مولانا عمرو بن العاص، اللي فيه ريحة الصحابة والجامع بتوسعاته على بنى الصحابة اللي شاركوا في فتح مصر سنة 19 وسنة 18 هجرية، رضي الله عنهم أجمعين وجعل الجنة مسواهم وجزاهم عنا خيرا، هم وسيدنا عمرو بن العاص سبب فتح مصر. آمين. بعد كده يجي أهل البلاغة بقى، اللي معاه قصيدة، الإمام الشافعي صلحها له من ناحية العروض، من ناحية اللغة، التصويبات، التحسينات. بعد كده يروح بيته، وكان استضافه تلميذه، استغفر الله، صاحبه في المدينة المنورة اللي هو مين؟ أيوة. عبد الحكم. ايوه ايوه. استضاف الامام الشافعي وقعد الامام الشافعي في بيته، محمد بن عبد الله عبد الحكم، وده ابنه بقى، وقعده معاه هنا. وكان بيقول لابنه اتبع الامام الشافعي. فاول من دخل المذهب المالكي مصر عبد الحكم ده. سبحان الله. واول من دخل المذهب الشافعي مصر كان الامام الشافعي بنفسه. والإمام الشافعي نشره بنفسه في مصر وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي بلاد الشام. هو ده الإمام الوحيد اللي كان بيمشي هنا وهنا وهنا، وجميع بلاد العالم اللي لفاها كان يروحها. سبحان الله. بعد كده دخل مصر، فبدأ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يسكن في المكان اللي هو مدفون فيه دلوقتي. أيوة. وهقول لحضرتك يعني كلمتين عن القبة وعن فوق القبة، في حاجة في غاية الروعة اللي هي السفينة. ده اللي كاتب، ده اللي أوصى بيها صلاح الدين الأيوبي بعد التجديد، ولا كان قبلها؟ طب عموما تسمح لنا ان احنا ناخد استراحة قصيرة ونعود تاني للصحبة نستكمل هذا الحديث الجميل. سبحان الله. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة من المأثورات اللي عن إمامنا الإمام الشافعي: اللهم لك خضعت قلوب العارفين وذلت لك رقاب المشتاقين، إلهي هب لي جودك وجللني بسترك واعف عن تقصيري بكرم وجهك. رضوان الله على أئمتنا وعلمائنا. الحقيقة المشهود لأنه كان مولانا بيقسم الليل أو بيقسم يوم عموما يعني لثلاث. سبحان الله، لقراءة القرآن وللعلم وللعبادة، وكان في رمضان أظن أن كان بيقرأ القرآن أو بيختم القرآن 60 ختمة في اليوم مرتين. سبحان الله. وكان حضرتك قلت لي أن كان بيتحرى أي حاجة يكتب عليها، لدرجة أن أحيانا كان يكتب على يده اليسرى أو أي زير مكسور أو حاجة عشان يكتب عليه. حضرتك سبحان الله يعني بتعلل هذا بإيه؟ هو الإمام الشافعي نفسه قال أن العلم لا يأتي بالراحة ولا يأتي بالرخاء، العلم يأتي بالتعب والمشقة. كان الشيخ كشك الله يرحمه ويحسن إليه الله يرحمه بيقول إن في بداية ما جه كلية أصول الدين، هو خريج كلية أصول الدين سنة 62 رحمه الله، رحمه الله، بيقول إن هو كان جه قاعد مع طالب غني، فكان الطالب الغني ده يعني بيكرم الإمام الشيخ كشك، والشيخ كشك من البحيرة وشبرخيط، فكان فقير. فداك منه غني، فكان هو راجع من الكليه يجيب بقى معاه بطاطس وطبيخ ولحمه ويقعد يطبخوا لحد الساعه 9 وياكلوا اكله جامده فينام ما يذاكرش. فلقى يعني مولانا الشيخ عبد الحميد كشك ان الموضوع كبر معاه وما بيذاكرش، فسابه وراح لفقراء مش لاقيين ياكلوا خالص. فبقى الشيخ كشك. فالعلم دايما يعني يجي بالمشقه. الامام الشافعي يعني كان رقيق الحال في الاصل. أيوه. وكان لما يعرف معلومه ما كانش عنده كشكول ولا كراسه. أيوه. فكان يكتب على ايده الشمال. سبحان الله. وكان لما يلاقي شقف يعني زير مكسور او قله مكسوره كان يبقى فرحان قوي عشان يكتب عليها. سبحان الله. وكان يقف امام الدواوين يعني زي مصلحه الضرايب، وزاره الماليه، اي حاجه من اللي بيكتبوا فيها ورق. فكانوا يكتبوا بريشه على الوش، الظهر بيطبع فالظهر بيبقى فاضي. فكانوا بعد فتره يرموه، فكان الامام الشافعي يقعد ينتظرهم لما يرموا الورق بتاع الايام اللي فاتت دي وياخده ويكتب عليه. فدي قله وسائل العلم. سبحان الله. لكن احنا النهارده الحمد لله وسائل العلم كترت. أيوه. فلما نيجي نشوف الامام احمد بن حنبل، واحد راح له من الاندلس. أيوه. علشان يحفظ حديث منه، وسمع الامام احمد. أيوه. فخدها مشي من الاندلس للعراق في 6 شهور. سبحان الله. وهو برضه فقير، طالب العلم ده فقير. فحظه الطيب ان الامام احمد كان في فتره اعتقال، يعني محبوس في بيته، اتحبس 17 سنه. فالراجل يعمل ايه؟ فقال يعني مسكين اطعمونا. فنزل له الامام احمد برغيف وحته جبنه واداها له، فقال له انا مش شحات، انا طالب للحديث. قال له قد علمت ما انا فيه. قال له كل يوم اقول لك شحات. أيوة. تديني حديث. الله اكبر. فظل الامام احمد بن حنبل يديله 300 حديث، وبعد كده جه الفرج من الله وعفي عن الامام احمد، والخليفه يعني سالوا المعذره له ولاخيه ولابيه، والامام احمد بقى عمر الدنيا بمسند فيه 60,000 حديث. الله اكبر. زي ما عمر برضو الامام الشافعي لما جه هنا ثم غير من بعد آراءه الفقهيه اللي كانت في بغداد او كانت في العراق. فعايزين نعرف ايه الحكمه. هو الحكمه ان ده مجتهد. أيوة. والاجتهاد بيختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان، وبيختلف من نظرته. فهل النهارده اللي بيكتب كتاب ويحفظ 20 حديث غير اللي بيكتب كتاب ويحفظ 100 حديث؟ اللي بيكتب كتاب واطلع على 10 كتب غير اللي بيكتب كتاب واطلع على 100 كتاب. فلما جه الامام الشافعي رضي الله عنه مصر، تعرف على تابع التابعين اكثر، وبدأت تظهر أدلة لم تظهر للإمام الشافعي من قبل. أيوة. فبدأ الإمام الشافعي يصيغ كتابة الفقه مرة أخرى في كتاب جديد سماه الأم. أيوة. وبعد كده قال أنا أبرأ مما قلته في كتاب الحجة. فبقى كتاب الأم الجديد هو اللي احنا بناخد فيه، اللي الإمام الشافعي اجتهد فيه اجتهادات أخرى. وطول ما المجتهد عايش مسموح له يجتهد، بيضيف. لكن هو في 14 مسألة من المذهب القديم دليلها أرجح من الجديد، علشان كده احنا خدنا بيها. من ضمنها وقت المغرب، فوقت المغرب ممدود للعشاء، لكن في المذهب الجديد بمجرد الاستنجاء والوضوء وصلاة 2 ركعتين والسنة القبلية وصلاة 3 ركعات وخلاص، يبقى كده وقت المغرب ايه؟ ويبقى العشاء قبل. يبقى دخلنا كده في وقت العشاء. فهنا دليل القديم أرجح من دليل ايه؟ الجديد. ده يعرفوا بقى أهل التخصص اللي هم 14 مسألة ذكرها مولانا الإمام السيوطي في كتاب حلو قوي اسمه الاشباه والنظائر. الإمام الشافعي حضرتك في مذهبه الجديد أضاف أبواب لم تكن عند المجتهدين السابقين. فباب السبق والرمي هو أول واحد يتكلم فيه. السبق والرمي. إحنا عاملين مسابقة. أيوه. طب المسابقة دي إمتى تكون حلال وإمتى تكون حرام؟ سبحان الله. فإحنا جينا قلنا إحنا دلوقتي هنعمل مباراة في أي حاجة يعني حاجة تكون حلال كده. أيوه. فدخلنا مباراة، ده يدفع 5 جنيه وده يدفع 5 جنيه، اللي يكسب بياخد 10 جنيه، ده قمار. سبحان الله. طيب. اللي أنا بقى مشترك، فأنا هجري وواحد تاني هيجري، أنا هدفع 5 جنيه بس من طرف واحد بس. أيوه. جرينا، أنا كسبت 5 جنيه معايا، أنت كسبت، أنا هديك 5 جنيه، ده حلال. سبحان الله. ابتدى يعني ينظم عملية الإيه؟ 2 هيجروا وواحد من بره طرف ثالث هو اللي هيدفع 5 جنيه، يبقى ده حلال. فأنا عندي صورتين، حرام وصورة حلال. أول من تكلم في باب السبق والرمي هو الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. علمه في مصر يعني الامام الشافعي ما عاش كتير، الامام الشافعي مات عمره 54 سنه. سبحان الله. لكن مع كل هذا العلم الغزير، مع كل هذا العلم، سبحان الله. ما هو دي بقى البركه في الوقت. أيوه. كان يفكر في مساله بعد العشاء، تجر مساله الفجر يدا، يكون وصل لستين مسألة، سبحان الله. ولذلك كتابه سماه الأم. الأم ناهيك عن أن الإمام الشافعي كان العلماء يعرفوه، ولذلك أكبر علماء العراق كان اسمه عبد الرحمن بن مهدي، بعت للإمام الشافعي جواب قال له في مستحدثات كترت احنا مش عارفين حكمها. يعني مثلا احنا نلاقي حكم الخمر لكن ما نلاقيش حكم البنجو مثلا. ايوه. طب ازاي نستفيد بالعلماء وبارائهم في هذا العصر اللي احنا موجودين فيه؟ يعني ازاي يعني حضرتك بتحكي جزء من كل في حياة إمامنا العلامة الإمام الشافعي، يعني إزاي الناس تستفيد من هذه السير ومن هذا المنهج؟ ما هو من سار على الضرب وصل، الضرب بالدال يعني على الطريق. أيوه. مش الضرب بالضاد، لا طبعا محدش هيضرب حد. فهو في ناس بتصير على الضرب بالضاد وفي ناس بتصير على الضرب بالدال، إحنا نمشي ورا الطريق. أيوه. إيه الطريق؟ أيوه الكتب موجودة، محدش العلم موجود، العلم والعلم موجود والمشايخ المعتمدين موجودين، لكن في حاجة قالها الإمام الشافعي. أيوة. قال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. باب الاجتهاد أغلق وباب الاجتهاد مفتوح. أغلق لما بقت الناس تتكلم بالهوى. أيوة. يعني أنا مجتهد. أيوة. إيه وجه الاجتهاد بتاعي؟ اللي يشرب 4 سجاير في نهار رمضان فاطر، طب اللي يشرب 3 يبقى صايم. يا ستار يا رب. ما هو أنا ده مجتهد. ستار يا رب. طب إيه الدليل؟ تعريف الاجتهاد هو استفراغ الوسع لاستخراج واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. فمثلا عند الشافعية مسح الراس يكفي شعرة واحدة، دليلك وامسحوا برؤوسكم البقل الجنس واقل الجنس شعره. لما واحد يقول لك انا بكره الرجاله يبقى بيكره كل الرجاله؟ لا، ده هو راجل واحد اللي تعبه فقال لك الحكم على العموم. الامام مالك قال كل الراس، الباء هنا للعموم. ايوه امسحوا بكل رؤوسكم. الامام ابو حنيفه قال ايه؟ قال انت بتمسح بايه؟ بالايد. قال يبقى لما نمسح بالايد يبقى ربع الراس. يبقى الاختلاف في فهم الدليل مش في الدليل، انما ظهر في بعض العصور مجتهدين بيقولوا عن نفسهم مجتهدين من غير أدلة، سبحان الله، بيتكلم بالهوى. أيوة. عشان كده العلماء قالوا لا احنا بقى حاسب لحد كده وقفلوا باب الاجتهاد، لكن هم نفسهم قالوا باب الاجتهاد مفتوح. فنحن نجتهد، بس نجتهد ازاي؟ أيوة. بأصول. علشان كده أيوة. عبد الرحمن بن مهدي بعت للإمام الشافعي الكلام ده زمان في القرن الثاني، واحنا بنتكلم مع بعض في القرن ال15 الكلام ما اتغيرش. قال له ايه؟ قال له اجعل لنا شيئا نقيس به الامور ومستحدثاتها. فراح الف لهم كتاب حلو مشهور باسم الرساله عشان بعتوا جواب، لكن اسمه الكتاب. وده اول ما دون في علم اصول الفقه. اصول الفقه يعني الادوات. أيوة. اللي بيستخدمها الفقيه زي الميكانيكي من غير عده ما ينفعش طبعا، ففقيه من غير اصول فقه ما ينفعش. القواعد دي اللي قدرنا نعرف بيها الاحكام. ايوه القواعد اللي هي الكتاب والسنة والاجتهاد والإجماع والقياس. يعني أدي حضرتك مثال بسيط. جه واحد من الظرفاء وقال حكم البنجو عندكم كمسلمين إيه؟ قلنا له مش عارفين. قال لا دوروا لي على حكم. دورنا في القرآن ما لقيناش، دورنا في السنة ما لقيناش، دورنا في الإجماع ما لقيناش. قلنا تعالى بتاع البنجو ده بيعمل إيه؟ قال مخه بيتقفل، فلا بيدخل معلومة ولا بيخرج معلومة، ولا ضرر ولا ضرار. ووظيفة المخ 3 حاجات. أيوة. تستقبل. أيوة. وتخزن. أيوة. وتطلع. أيوة. ده بقى قفلها خالص، فلما قفلها خالص لا قادر يستقبل ولا قادر يطلع، يبقى كده الحكمة بتاعته انتهت. سبحان الله. فهنا قالوا ايه اللي بيعمل زي البنجو ده زمان؟ قالوا الخمر. فقال للخمر حادثة قديمة بقى. ايوه. والبنجو حادثة شرعية حديثة. أيوة. والعلة اللي جمعت بين الخمر والبنجو الإسكار. أيوة. حكم الخمرة التحريم. ادي 4 اركان للقياس. اذا حكم البنجو حرام، دي النتيجه. وكل مفتر وكل مسكر يبقى حرام. والحقيقه يعني سر بقاء الشريعه الى ان تقوم الساعه ان شاء الله. جزاك الله خيرا ونفعنا الله بعلمك. آمين. وعلم ائمتنا وشيوخنا. الحقيقه يعني حلقه ثريه وفيها معلومات وفيره، وجزاك الله خيرا يا مولانا. وان شاء الله في الصحبه نتناول أحد الأئمة الكبار، نتعلم منهم وندرس على يديهم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.